الوثائق بيدنا تثبت وجود السرقات، تثبت وجود تلكؤ في عملكم، تثبت وجود تلكؤ في كثير من مرافق العمل. الوثائق تثبت من 2011 محطات صانير الإيرانية مدى تقدر تنجز عملها في مشروع الدبس لحد الآن من 2011. هذه الوثيقة تأكد من 2011 أكثر من الوزراء التقينا وياهم، الواحد يذب اللوم على الآخر. لا تدار الدولة معكم، الدولة لا تدار معكم، الدولة لا تدار بهذه العقلية الفاسدة التي تؤدي إلى إشعال النار في هذه المحافظة الحساسة. طيب. هذه عقد شركة صانير الإيرانية مع مشروع الدبس في محافظة كركوك، محطتين يزود الشبكة الوطنية ب 300 ميجا وات. عيب عليكم، صار لكم 11 سنة ما كملتوا. الشعب لمن يسأل؟ الشعب يسأل مني، ما يسأل منكم. خاتلين بالوزارات، قاعدين ورا ميوزاتكم. احنا بين الشعب، انا مع الشعب، انا اقعد وياهم، اعتصم وياهم من اشوفكم انتم متلكئين في عملكم. انتم ما تقدرون تديرون البلد، اترك الوزارات، اترك الوزارات. هذه العقود الوهمية، العقود التي تعملوها مع الشركات اللي ما يقدر يكمل المشاريع، اخذوا من شركة صانير الإيرانية. ما يقدر يكمل، اخذوه انطوا الى غير شركة. قدمت كل التقارير، انا اليوم مبري الذمة مع شعبي، انا اليوم مبري الذمة مع اهالي كركوك اللي صار لهم متعطشين الى ابسط الحقوق.